أما الآن فينضم إلينا رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية المحامي نديم مصري. أهلا بك سيدي. إذن بحسب استطلاعات الرأي العامة في البلاد، 70% من أولياء الأمور من المجتمع العام غير راضي وقلق من جهاز التعليم تحديدا في هذه الفترة. ما نوعية القلق الذي يساوركم توازيا مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة؟ مساء الخير لكم المشاهدين. أكيد يعني هناك قلق كبير، وهناك تحديات كبيرة، وهناك معطيات التي يعني هي بتدل بطريقة أو بأخرى عن مستوى التحصيلي أو التأهيل تبع طلابنا في المدارس. يعني فقط إذا بنطلع نظرة بسيطة على نتائج امتحان النجاعة والنماء اللي تم نشره قبل أسبوعين، يعني هناك نتائج ومعطيات مقلقة. عندما يكون هناك 88% من طلاب صفوف الروابع غير متمكنين من فهم المقروء في لغة الأم اللغة العربية، وطلاب الثوامن حوالي 76% من الطلاب العرب غير متمكنين من فهم المقروء في اللغة العربية. يعني هذا معطى يجب أن تضاء في كل الأضواء الحمراء من هذه المعطيات، حتى لو إنها لم تعكس تماما أو لم تكون هناك غير صحيحة يعني بنسبتها، ولكن هذه المعطيات مقلقة. يعني إذا وجدنا يعني أن الطالب لا يجيد ولا يفهم اللغة العربية، فما بالك كيف يفهم المواضيع الأخرى التي يتعلم باللغة العربية؟ وأستاذ نديم، إن دل هذا الأمر ربما على شيء يدل على أن الطلاب العرب في المدارس التقليدية والمؤسسات التربوية والتعليمية التقليدية يتعلمون كل شيء إلا لغتهم وتاريخهم، كيف تتعاملون مع ملف من هذا النوع؟ صحيح، لدينا تحفظات كثيرة ومطالب كثيرة، يعني فيما يخص لغتنا، اللغة العربية كلغة عربية كتراث ولغتنا، ومن جهة أخرى بالنسبة لتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا وقوميتنا وعروبتنا وانتمائنا الفلسطيني. أكيد هناك عندنا تحفظات في المضامين، يعني سبق وتحدثنا عن مواضيع قديمة وجديدة، يعني منها موضوع المدنيات ومضامين موضوع المدنيات التي قاموا بإدخاله بشكل إجباري في المدارس الإعدادية. لدينا هناك تحفظات كثيرة من الروايات ومن المواضيع كيفية تم تنسيقها مع أشخاص. نحن نعلم بأن هناك أشخاص وفئات بداخل الوزارة لديهم أجندة صهيونية وبعيدة كل البعد عن المعايير والحفاظ على قوميتنا وعلينا كأقلية في داخل البلاد، فلذلك هذا كمان ينطبق على اللغة العربية. ونحن نرى كيفية التعامل مع موقف اللغة العربية في البلاد، وعمليا هذا يندمج في موضوع المدارس. في حالة لم يتم تعزيز تعليم اللغة العربية والتمكن منها في داخل المدارس والحفاظ على تراثنا ونحن كأقلية في البلاد، أكيد هذا يؤثر سلبا على التحصيلات وعلى مستقبل طلابنا وأبنائنا في المدارس. أشكرك جزيل الشكر رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية المحامي نديم مصري، شكرا جزيلا.